الحفلة جديدة. والله تشرفنا، وأنا علي الجديد. يا ربي دخيلك، ليش كل النسوان هيك؟ بعتت رسالة وأكيد رح تتصل. يعني ليش بعتت لي صورة سادة ما فيها؟ لك شو بدي ساوي مع هالبنت؟ شو رح تطلب مني هلأ؟ ألو، بعت لك رسالة وصلت؟ وصلت بس هيك؟ ما عندي للزيل أردلك على رسالتك. كنت بعد شي وردة؟ عندي صبارة بيمشي الحال؟ الحق علي، اتصلت لأعتذر بس غيرت رأيي هلأ. بعد إذنك ممكن تطلب من الزلمة تبعك طبعا اللي هو أخي مشان ياخدني على البيت؟ ممكن يا أبو داي؟ لك إن شاء الله تروحي لوين ما بدك يا رهف. خلاص عملي اللي بدك يا، أنا ما عاد دخلني. مراد فيني شوفك هلأ؟ أنا تعبان كتير رهف، واخر شيء ممكن فكر فيه هلا اني شوفك. يلا اصبحي على خير. لك شو هالبنت هاي؟ لك ما في حدا هون؟ معقول يكون صار معهم شيء؟ شغل الضوء من شان يعرف انه اجينا. حاجتي حكومه للاغبياء، ولا تشغلوا اي ضوء. انت هون معلم؟ تعرفوا لي عنوان سليم الروسي هلا؟ منروح بكره الصبح معلم. انا قلت لك هلا. حاضر. كل المصريات هون، بتقولوا للشباب هاي إكرامية من خاله، بتسلمون مصاري لإيده وبتقولوا لهم أي ساعة تسليم البضاعة. نحن شو لنا علاقة بخاله؟ يلي برش أكتر رح نتعامل معه، مفهوم؟ بس هيك ما رح يتركنا كفاح. حبيبي أنت فكر بهالمصاري، ما حدا بيطلع له شي. اسمعوا، إذا انكشفنا أو فشلنا وإجت الشرطة ومسكت شي حدا، ما حدا المسؤول غير خاله، ونحن ما لنا علاقة، مفهوم؟ ماشي معلم، مثل ما بدك. تفضل ابني. شو هالحكي؟ فوت. ما كنت حابب ازعجكم بهالوقت. خالي نازك فوق؟ ايه ابني فوق. منقعد هون بلا ما تنزعج خالي نازك من كلامي. ماشي، فوت نشرب شاي لكان. لو كان علي عايش، يعني ما مات، وإذا كان بيحبني، بدي أعرف إذا رح يجي ينقذني من هذا الوضع. مو أنا ورطت حالي مع المافيا؟ إذا كان علي عايش ولساته بيحبني رح ينقذني، ولا نشوف مين بيحب. بحبني أنا ولا بحب وطنه؟ أنا رح قرر مين بحب، إذا كان علي ولا غيره. علي ولا غيره. ما عم بعرف أتصرف مع النسوان. ليش شو عملوا معك؟ عملوا يلي عدوي ما عم يقدر يعملوا. بس ما تكون زعلتهم بالأول. لا بس ما عم أفهم، أو بجوز مو بقصدي. يعني أنا ما بحب زعلهم، أنا بدي إياهم يبعدوا عن حياتي مشان ما يتعرضوا لأي أذى بسببي. ما بدي حدا يلمس شعرة منهم. أنا آكل همهم وهنن ما عم يفهموا علي، وعم بيزتوا حالهم عن نار بعنادهم هاد. ما بعرف شو بدي ساوي. اتركهم ليحترقوا؟ أنقذتهم أكتر من ألف مرة وداويتهم وبعدتهم عن النار، وبرجع بشوفهم عم يرموا حالهم بالنار. إذا كنت ما عم تقدر تمنعهم أبداً، طفي النار. طيب كيف بدي طفيها؟ أساساً مو أنا يلي شعلتها. أنت ما فيك تطفي النار يلي برا إذا ما طفيت النار يلي جوا. والله ما بعرف شو بدي ساوي يا بابا عمر. رهف عم تغلط كتير، وجنان عم تشتغل مع جماعة سيئين. لكل البنات يلي بعرفهم عنيدات وبيغلطوا دائماً. بقول بلا ما أتدخل فيهم، بس ما بقدر ساوي هيك.
أنا ما رح أسمح أنهم يتأذوا بنوب. تعالي يا بنتي. ما لقيت خالي نازك فوق، فكرت هون. صفية؟ وأنت شو عم تساوي هون؟ أنت شو عم تساوي هون؟ فهمتني هلأ بابا عمر؟ خالو لساته عايش؟ ايه عايش عايش. ليك بتشوف صورته هون. الله يمد بعمره. بتجهزوا البضاعة. السيد خالو ما بده أي مشاكل. كلمة السر اسمي أنا. بس اجوا بتسلموهن البضاعة. المهم وصلني حقي. يجي يلي بده البضاعة وما لي علاقة بأي شيء. شو لك علاقة إذا رجعت ولا لا؟ لك كيف شو لي علاقة؟ نحن كم مرة حكينا يا صفية؟ أنت بتعرفي شو وضع أهلك ومع هيك بتهربي من البيت وما بتحسي بنتائج هالشي. قلت لك جماعة بابا أجوا ما لاقوني وراحوا فورا، أكيد ما رح يرجعوا لهون. لك هيك شغلة ما فيها مزح بنوب. إذا ما رجعتي معي هلأ على البيت رح تتسببي بأذى لهالجماعة. ومين رح يأذيهم؟ أبوك يا خانم. أنا رح أحكي معه وبقول له لا يعمل لهم شي ولا يأذيهم. أنت ما عم تفهميني ولا رح تفهميني. الشغلات يلي عم بتصير مو مثل ما عم تفكري أو مثل ما بدك. رح تتسببي بضرر لجماعة بريئين بسبب دلالك. بس أنا بوعدك يا صفية إذا رجعنا سوا بوضح لهم الموضوع ورح يسمحوا لك تيجي لهون إمتى ما بدك. لا تعذب حالك بالحكي. أنا رح ضل هون وإمتى ما حبيت إجي لهون رح إجي وما حدا له علاقة فيني. صفية إذا كمشتك من إيدك هلأ وأخدتك لبيت أهلي غصب عنك رح تنبسطي؟ لا. معناتها روحي بكيفك. بس ما إلك حق تعاملني هيك. وما إلك حق تتسببي بأذى هالجماعة. قومي البسي. السيد خالو بيسلم عليكم. معناتها رجع على السوق. شاف الخال انكم رح تتبهدلوا قال لحاله لارجع. ما فهمت ليش لياخذ البضاعة منا. ما في داعي تفهم. اهتم بالمصاري. بتجهزوا البضاعة وبتسلمها للي رح يقول لك اسمي. بتمنى انك ترجعي لعنا بنتي بس بتخبري اهلك. اكيد رح ابعت لك هالثياب بكره. لا ليش هيك عم تحكي؟ كتير لايقين عليكي. عن جد خالي بتشكركم كتير. تصبحوا على خير. انتبهوا منيح يا ابني. كنا تعشينا سوا وبعدين رحتوا يا اولاد. ان شاء الله مره تانية. كيف بتتصرف معي هيك قدام هالجماعه طيبين؟ كيف بتسمح لحالك؟ يلا امشي قدامي. لك شوي شوي شو بهون طايرين هيك؟ المعلم مراد؟ يا ترى مين هاي البنت اللي معه؟